ثامنا حرص أبو داود ألا تخرج سنة عن كتابه، ألا تخرج سنة عن كتابه، حتى قال فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واه. ما معنى هذا الكلام يا إخوة الإسلام؟ نريد أصابع جديدة، أصبح هناك فهم، نريد فهم. تفضل. استقرأ النبوي، استقرأ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ووضع أصح مواد ذات من الأحكام فيه. من يساعده؟ أن كل السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في أبي داود، وأن أي سنة لم تذكر في هذا في سنن أبي داود فهي عبارة أن قد تكون حديث واحد. نعم أحسنت، هكذا هو حرص أبي داود. فأبو داود وهو الإمام استقرأ النصوص وحرص ألا تفوته سنة في يومك وليلتك، في حلك وترحالك، في نومك ويقظتك، في أكلك وشربك، حرص ألا تفوت سنة. بل قال أنك إذا وجدت سنة ليست في هذا الكتاب فاعلم أنها لم تقم على حديث صحيح. وهذا كلام ينم عن قوة شخصية وسعة اطلاع وصبر، ومع ذلك وفوق كل ذي علم عليم، فهناك أشياء فاتته رحمه الله وثبتت بأحاديث صحيحة.